مع اقتراب أفول أشهر عطلة الصيف السنوية، يستعد طلاب وتلامذة مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024. أشهر أمضاها التلاميذ والطلبة باللعب واللهو وقضاء أوقات ممتعة مع أسرهم، فيما واصلت هيئات التربية والتعليم بالإدارة الذاتية برامجها لتطوير سير العملية التعليمية والتربوية. وبحسب الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رجب المشرف، فقد تم خلال الصيف فتح دورات تدريبية منهجية للمعلمين وفرزهم كلا حسب اختصاصه، إضافة إلى صيانة المدارس وإجراء التعديلات على المناهج. أهم المسائل اللي قمنا فيها خلال العطلة الصيفية هي إعداد وتدريب وتأهيل المعلمين للطرائق التربوية، وأيضا في هناك دورات فكرية والعمل على رفع مستوى المعلمين. أيضا قامت كافة اللجان والهيئات خلال العطلة الصيفية بترميم الكثير من المدارس للحد من الدوام النصفي وأيضا ازدحام التلاميذ في المدارس. المشرف أضاف بأنه خلال العام الفائت تجاوز عدد التلاميذ والطلاب المسجلين في مدارس الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا 860 ألف طالب وتلميذ، فيما كان الطاقم التدريسي يحتضن بحدود 40 ألف معلمة ومعلم موزعين في 4898 مدرسة بالمنطقة حسب بيانات هيئة التربية والتعليم في الإدارة. مدارسنا التي تستقبل تلاميذنا وطلبتنا هي مدارس نموذجية معدة بشكل جيد لاستقبال التلاميذ، وأيضا حقيقة كما أسلفت بالنسبة لمدرسين ومعلمين تم إعدادهم إعداد تربوي حول طرق التدريس وحول الطرق الحديثة في التعامل مع التلاميذ، وحول أيضا مسألة أساسية وهي نظام التقييم للعام الدراسي القادم الذي يعتبر أيضا من استراتيجيات هيئة التربية والتعليم. مع كل الجهود المبذولة تبقى عملية تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب والشروط المرجوة ووفرة الاختصاصات التعليمية في كادر التدريس، إضافة إلى زيادة عدد المدارس التعليمية، صعوبات تسعى هيئة التربية والتعليم إلى تذليلها. تحديات كثيرة وكبيرة جداً، لكن نستطيع أن نحصر أهم هذه التحديات وهي توحيد المنهاج على مستوى الشمال وشرق سوريا، ونحن نسعى ونعمل على توحيد المنهاج في شمال وشرق سوريا، واستطعنا أيضا إدخال المواد العلمية لمنهاج الإدارة الذاتية للمجالس المدنية في الرقة والطبقة. ومنذ دخولها غمار التفعيل ساعة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى إنعاش عملية التعليم عبر إعادة تأهيل المباني المدرسية وإعداد طواقم التدريس المتخصصة خاصة في المناطق التي شهدت سيطرة لتنظيم داعش الإرهابي والتي تضررت فيها البنية التحتية للتعليم بشكل كبير.